لو ما اتكسرتش الموجة الحارة هو الأزمة الاقتصادية العالمية هتنكسر والأوضاع هتتحسن. وخد بالك إنه كل مؤسسات الدولة، الحكومة بالمؤسسات بأي أجهزة معنية، الكل بيشتغل بلا هوادة علشان نقدر نعدي ما يحدث بسبب ما جرى بقى، بسبب الكورونا وما بعد الكورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما يليها وتوابعها من أزمات اقتصادية في العالم. وده حقيقي، يعني هو أنا مش محتاج أقولك إنه هي أزمة اقتصادية في الدنيا كلها. هتيجي تقول لي ما انتوا قلتوا لنا كده يا يوسف بقالنا سنه، هقول لك طب انا هعمل ايه؟ يعني ايه اللي اقدر اقدمه لك اكتر من ان انا اقول لك الحقيقه؟ طب على سبيل المثال للحصر، هو لو الازمه الاقتصاديه دي مش عالميه، ولو انه تبعاتها مش بتضرب العالم كله بما فيها اكبر واعتى واقوى اقتصاد في العالم زي الولايات المتحده الامريكيه، كان ايه اللي يدفع الفيدرالي اللي بعد ما كان مثبت سعر الفايده يرفع سعر الفايده تاني؟ هتقولي اصل رفعها ربع، هقول لك انت فاكر ربع في الفيدرالي دي هينه ولا ايه؟ لا، الحكاية كبيرة جدا جدا جدا، ولازم تشوف انه تبعات رفع الربع في المية في الفيدرالي الامريكي بتعمل ايه في البنوك المركزية بتاعت الاتحاد الاوروبي. لازم تشوف ده وما ينفعش تبعد عينك عنه وما ينفعش تشتغل على جلد ذات. لا، هي المسألة كبيرة وصعبة وما هياش عينة على الاطلاق. طيب تعال نشوف الدولة بتشتغل ازاي. النهاردة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل اجتماع مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين. طب الاجتماع ده كان ليه؟ الاجتماع ده أولا علشان نشوف مؤشرات الاقتصاد المصري، احنا ماشيين فين، ماشيين ازاي، وصلنا لإيه. طيب والمستجدات بتاعة الأوضاع الاقتصادية العالمية أخبارها إيه. طيب وفي نفس الوقت وأنا بشوف ده، يعني بشوف أداء الاقتصاد بتاعي وبشوف المستجدات بتاعة الاقتصاد على الساحة الدولية، لازم أخده كده وأنا ببص على التحديات بتاعة الصعيد الدولي، إيه اللي بيجرى ليه؟ لأنه هذه التحديات بتفرض علي أمور هي تبعات اقتصادية على كل العالم، وأنا كمصر من بينها. يا جماعة هو أنا عايش في كوكب تاني؟ يعني هي مصر دي عايشة في كوكب آخر؟ طب في كون موازي؟ طب في بعد آخر؟ أنا في نفس ذات العالم، في نفس ذات الكون، في نفس هذا البعد. فخامة الرئيس شدد في هذا الاجتماع على مواصلة أقصى جهد علشان نحد من آثار الأزمة على المواطن. ده الرئيس اللي بيقول أيوة في أزمة ما، بس أنا عندي تحديات في العالم بتفرض عليا أمور، فأنا بحاول أقلل قدر الإمكان، وفي نفس الوقت نستوعب بقى الضغط التضخمي ده ونستمر بالتوازي في تنفيذ إصلاحات هيكلية للاقتصاد المصري ونبدأ نساعد القطاع الخاص أنه يكبر ودوره يتعاظم. طيب يبقى احنا محتاجين ايه؟ لازم نشتغل أكتر على القضاء على المعوقات البيروقراطية، لازم نحقق الحياد التنافسي، ده اللي يساعدني على أجذب إن أنا أجذب استثمارات، سواء إذا كانت استثماراتي المحلية تتشجع وتخش أكتر وتحط فلوس أكتر وتشتغل أكتر وتشغل ناس أكتر وتصدر أكتر وتبني أكتر وتنتج أكتر وتزرع أكتر، ونفس القصة بالنسبة للاستثمار الأجنبي. وعليه أقدر هنا أحقق مكتسب مش بس في النمو الاقتصادي ولكن في التنمية. التنمية اللي أنا كنت لسه بحكي لك هي اتحققت في أكتر من مجال، بل تقريبا في كل المجالات. ده يا سيدي يا فضل، ده اللي يدعم الاقتصاد، ده اللي يرفع مستويات الدخل للمواطن. يعني ايه؟ يعني كل ما هشتغل اكتر مش بعدد ساعات العمل بس، معدل انتاجيتي لازم يزيد وكفاءة انتاجي لازم تزيد جدا، كده هنتبهبش ونعيش. ولا انت ايه رأيك؟ طب تعالى نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. نهدي للعالم شريانا إضافيا للرخاء وقناة تواصل حضاري بين الشعوب لتساهم في تيسير وتنمية حركة الملاحة الدولية. We'll be right back.
ازيكم يا سادة يا كرام؟ هو احنا زمان يجي من 150 سنة لما عملنا قناة السويس كان مين اللي عملها لنا؟ احنا بفلوسنا بايدينا من ايام ما كنا لسه بايدينا بالغلق. طيب وبعدين جينا تاني قلنا لا ده احنا لازم نعمل قناة السويس الجديدة بفلوس مين؟ بفلوسنا. فاكرين شهادات قناة السويس؟ طيب لما جينا بنينا قناة السويس الجديدة بنيناها بأحدث المعدات بس برضو بفلوس وإيدين المصريين. طب لما جينا عملنا قناة السويس الجديدة مين اللي دورها؟ طبعا المصريين اللي هم اللي دوروها لما جينا أممنا القناة. ولما جينا أممنا القناة زمان وقال لك أصل الأجانب وهينسحبوا مش هينسحبوا، فضلنا احنا واخواتنا اليونانيين ودورناها وأثبتنا قدام العالم إن احنا قدها وقدود وتلت ومتلت. جم شككوا في قناة السويس الجديدة وقال لك دي لا يمكن تجيب حاجة هتؤدي إلى إيه، احنا بنصرف فلوس، احنا يا ترى العائد. طب تعالى بقى كده نشوف يا ترى يا هلطة قناة السويس الجديدة عملت إيه في الملاحة الدولية وعملت إيه لمصر والاقتصاد المصري. سيادة القبطان بحري صالح حجازي خبير الشؤون البيئية، أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك يا استاذ يوسف، مساء الخير عليك ومساء الخير على الساده المشاهدين قناه الاولى. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم وحضرتك بالصحه والسلامه. قناه السويس يا فندم، قناه السويس الجديده تحديدا اضافت لنا ايه؟ اضافت لنا اسال الشركات اللي بنت اسال الشركات اللي يعني ايفر جرين، بس يعني مش هقول لك بقيت ال 11 12 شركه عالميه الكبرى في موضوع مراكب الحاويات. بنت ال 18 مركب حموله 24,000 حاويه بطول 400 متر وعرض 61 متر ونص وغطي 16 متر ونص علشان خاطر تستخدم قناه السويس اللي بتعبرها في 11 ساعه وما عادتش بتنتظر، لان هذا العدد اللي بيعبر يوميا للقناه من هذه هذا النوعيه من السفن كان لا يمكن اطلاقا انه يعبر بسبب بسيط قوي كل الناس عرفته وتعدي كتير. قال لك الانتظار، مناطق الانتظار ما كانتش تكفي عشان خاطر العدد ده كله يخش، كان ينتظر في البحيرات وعشان يعدي فكان بينتظر بره، فكان بيقعد بره بيوم او يومين عشان ما يخش الكونفوي بتاعه. فده اللي اضافته قناه السويس الجديده يعني، ده بالنسبه للزبون او بالنسبه للشركات الملاحه او بالنسبه للتجاره. اما بالنسبه لنا احنا فيعني زي ما حضرتك قلت او زي ما في 9.4 9 مليار و400 مليون ايراد السنه الماضيه اللي انتهت في شهر 6 ان شاء الله. تتكلم هي اللي تقول يعني افادت ولا ما افادتش. طيب هنا يجي سؤال برضه يا فندم، انه هل قناه السويس الجديده ساعدت على تنشيط حركة التجارة العالمية، حركة الملاحة حول العالم؟ ما هو الـ 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 التنشيط والـ في انك انت لسه ياما انت بتقدم للزبون بتقدم له خدمة او بتقدم له حاجة بضاعتك ايه، انا عندي قناة بتقدر تعديها بدون انتظار وبأي احمال وبأي اعماق. احنا القناة عدى فيها السفينة اللي هي من اللي هي الـ مصنع الغاز العائم ده يعني 18 متر ونص يا يوسف الغطس بتاعها. الناس اللي كانت عشان خاطر برضه زي ما انت عارف الكذابين مش بيكذبوا في كل حاجه، بيقول لك الغطس بتاعها ما يكفيش وقناه بن غوريون هيعملوها 20 بتاع 200 متر ومش 200 متر بيحفر محيط. الكلام ده كله بيترجم بان النهارده لما يبقى عندك المتوسط اليومي وصل ل 97 وبعدين في يوم واحد عدى 107 سفينه، تعديهم ازاي دول في قبل ما تتعمل من غير ما يكون الوضع اللي هي عليه القناه دلوقتي، تسميها جديده تسميها قديمه تسميها ترعه تسميها انايا تسميها زي ما تسميها زي ما براحتكم، بتعدي 107 مركب في اليوم والحمولات ايه؟ لان المشكله مش في العدد يا يوسف، المشكله الحمولات بقت وصلت قد ايه؟ لان النهارده مركب واحده من اللي بقول لك عليهم دول ال 24,000 224,000 طن دول دي ب 50 مركب اللي كانوا بيعدوا من 30 40 سنه.
نورتني وشرفتني يا فندم، واتمنى ان احنا نلتقي قريبا جدا. حضرتك تنورنا ضيف كريم في هذا البرنامج، ونتكلم اكتر زي ما حضرتك قلت الموضوع محتاج كلام كتير جدا وتفاصيل اكتر. سيادة القبطان بحري صالح حجازي خبير الشؤون البيئيه، يعني عاوز تنافس قناة السويس انت محتاج 1500 قطر، ده من الاخر، ده من القطارات اللي هي ايه احدث حاجة، السوبر دوبر قطر، القطر اللي ما جابتوش ولادة، محتاج 1500 قطر في اليوم يا عم بقى. طب اقول لك حاجة احلى، تعال نروح للمركز الاعلامي مشكورا جدا الحقيقة، مركز الاعلامي تابع لمجلس الوزراء، مشكورين عملوا لنا كما جرت العادة الدراسات أو الأبحاث المبسطة اللطيفة اللي بنسميها الإنفوجراف أو التقارير المعلوماتية. دي سلسلة أطلقها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحت عنوان أين كنا زمانات وكيف أصبحنا الآن. طيب الإنفوجراف بتاعنا الجديد اللي عامله المركز الإعلامي واللي بشكرهم فعلا من قلبي عليه، بيسلط لك الضوء على إيه؟ على قناة السويس كأهم وأسرع شريان ملاحي في العالم. 9 سنوات من مشروعات الإزدواج والتطوير والتوسيع والتعميق والتكريك كل حاجة علشان ننجح في تعزيز مكانة وريادة هذه القناة. طب تعالى بقى نشوف مع بعض كده التقرير بيقول إيه. طيب تعالى نشوف زمان كان بيتقال إيه. كان بيتقال الآتي على لسان مجموعة أكسفورد للأعمال: هناك حاجة ملحة لخطط عملاقة بمليارات الدولارات لتسريع حركة السفن في قناة السويس عشان تزودوا الإيرادات يا مصريين من النقد الأجنبي، وإنه ده اللي ممكن يعيد الثقة للاقتصاد المصري. ده 2014 أكسفورد للأعمال. أكسفورد للأعمال هي في 2022 قالت: تعد قناة السويس واحدة من أكثر الممرات المائية استخداما في العالم، وإنها بتمثل 12% من حركة الشحن والتجارة الدولية. قناة السويس، مصر، مفيش حد غيرنا، إحنا لوحدنا 12% في قناة السويس بس. لا ده اللي جاي أكبر. أمال إيه؟ أمال يعني لما تيجي تشوف بقى أنا عندي قناة السويس وقناة السويس الجديدة، ويبقى في عندي خط السكة الحديد بتاعي بقى اللي طالع من العين السخنة لحد الدخيلة، ولا طب العريش، يا دين النبي. ها؟ أه والله يا دين النبي. وتعتبر بوابة لوجستية رئيسية لربط أوروبا بآسيا والشرق الأوسط، فضلا طبعا عن كونها مصدر رئيسي للإيراد. تعال نشوف الإيكونومست، المجلة الأكبر والأعرق في مجال الاقتصاد على مستوى العالم، قالوا في 2016 تأثرت مصر جراء أزمات التجارة ما ساهم في تضييق مصادر النقد الأجنبي ومنها إيرادات قناة السويس. لكن الإيكونومست هم في 2023 قالوا: مصر تبذل جهودا لتطوير قناة السويس كما سيستمر ميزان الخدمات في تحقيق فائض. ميزان الخدمات فائض مدعوما بإيرادات القناة وتوسيع المجرى المائي. يعني توسيع المجرى المائي، هذا الإزدواج هو اللي أدى لتحقيق هذه الإيرادات العالية وتحقيق الفوائض في ميزان الخدمات. ده كلام الإيكونومست، ده مش كلامنا. انت عايز تسمع كلام الخواجة من عندي قبل العندي، أجيب لك كلام الخواجة زي ما هو قاله بزمن الإخوان بيصدره لك. طب تعالى بقى نشوف فيتش قاله في 2014 نظرتنا المستقبلية لقناة السويس أقل إيجابية. ده كلامهم في 2014. وتظهر البيانات ركود مستمر في حجم الإيرادات بما يهدد بتقليص العوائد في المستقبل. أنت متخيل الكارثة؟ طيب شوف فيتش في 2022 بتقول إيه؟ تعد زيادة الإيرادات إحدى المزايا الرئيسية التي أتاحها توسيع ممر القناة. ده اللي الإخوان اتريقوا عليه وكذبوا فيه وشككوك، والبعض صدق الشكوك، والبعض مشي في السكة، والبعض كتب شوية تويتات خيبانة بس ماشي. هم اللي بيقولوا كده. أتاحها توسيع ممر القناة
حيث أنها ساهمت في توفير فرص أكبر للتجارة والشحن، وأدت إلى زيادة كبيرة في حركة مرور السفن العابرة للقناة. عشان اللي يجي يقول لك أصل الإيرادات زادت عشان خاطر الفلوس اللي بنطلبها زادت، أقول لك طب وعدد السفن الزيادة؟ طب وعدد الأطنان الزيادة؟ الحمولات يعني. طب تعال ناخد صفحة 2 من صفحة 6. بحب أنا الحاجات دي قوي، أنا بحب المركز الإعلامي أهو والله العظيم. تعال نشوف كده الرؤية الدولية الإيجابية لقناة السويس لازالت بتقول إيه. جائزة التميز الحكومي العربي، فحصلت هيئة قناة السويس على جائزة أفضل هيئة ومؤسسة حكومية عربية لسنة 22، ودي بتعتبر الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والأكبر في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري. طب تعال نشوف بلومبرج، وبلومبرج عادة ملهمش فينا قوي، فتخيل بقى اللي ملوش فيك لما يقولك الكلمتين دول. اسمع: عبورا لمزيد من السفن، سجلت قناة السويس عبورا لمزيد من السفن أكثر من أي وقت مضى خلال عام 2021، على الرغم من آثار جائحة كورونا، فضلا عن إغلاقها المؤقت نتيجة جنوح السفينة Ever Given العملاقة. طب تعال نشوف المنظمة البحرية الدولية يقولوا: نشيد بالجهود المضنية والفائقة المبذولة من قبل الجهات المصرية المختصة في مواجهة التحديات الناتجة عن حادثة ايفر جرين. موضوع ايفر جرين وازاي قناه السويس الهيئه اتعاملت معاه، ده موضوع هز مجتمع التجاره الدوليه والملاحه البحريه في العالم، هزه ايجابيا، لانه النظره ناحيه مصر وهيئه قناه السويس وقدره مصر على حل الازمات والتعامل معاها في مدد قياسيه. خليك فاكر ان كل الهيئات المعنيه في العالم قال لك ايه؟ أفضلهم قالت فيها جي 3 أسابيع، أنت خلصت في 6 أيام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب تعال نشوف كده كليم، وهو الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية تحديدا، هو شخصيا مش بس المنظمة، هو شخصيا بيقول إيه. بيقول: أشيد بالدور الكبير لقناة السويس الذي يخدم حركة الملاحة والتجارة البحرية في العالم، وأعرب عن ثقتي في قدرة منظومة النقل البحري المصري في دعم التجارة الدولية والإقليمية على مستوى وعلى مستوى القارة الإفريقية، يعني دولي وإقليمي وإفريقيا. فيتش: تشكل قناة السويس جزءا رئيسيا من طرق التجارة العالمية وتبقى المواني المصرية وتبقي المواني المصرية كنقطة اتصال مباشر لشركات الشحن العالمية، وتوفر الوقت المناسب والتكاليف المنخفضة. أنا ليه الناس بتجيلي ان انا اقصر ممر، وبالتالي التكلفه بتاعتي افضل، وكمان انا ادائي افضل من الممرات الدوليه الاخرى، انا عندي قدرات حقيقيه للمزيد من النمو. ده كلام فيتش: نتوقع على المستوى المتوسط ان تحافظ نسب الشحن عبر القناه على نمو ايجابي. السهم طالع ما شاء الله. صفحه 3، ايرادات قناه السويس. طيب تعال نشوف الإيرادات كده. سنة 2013-2014 العام المالي يعني كنا 5.3. تعال ناخدها بقى سنة ورا سنة. أنا هقولها لك 14 يا عم. 5.3، خش على اللي بعده 5.4، وبعدين انخفاض في 15-16 5.1، وبعد كده 5 مليار دولار 17، وبعدين صعود بقى 5.6 5.8 5.7 5.8 7 9.4، يعني 9 مليار و400 مليون دولار أمريكي، ولن أقول فقط لا غير. لسه أصبر. طيب خلي بالك، ده هم علشان طلبوا فلوس زيادة رسوم المرور. ده كلام الإخوان، كلاب كدابين رعاع منحطين. تيجي تقول لي إيه الوصلة دي يا يوسف؟ قول لك دي الحقيقة. انت بتتكلم على قناة السويس، هتتكلم على امن قومي. انت لما تيجي تشكك الناس في اللي بيتعمل، يبقى انت بتلعب ضد البلد دي وش وبشكل مباشر، فعل من افعال العدو يعني، وده جد مش هزار. طيب تعالى بقى شوف كده، واحد 1.07 مليون سفينة، الحمولة الصافية بتاعتي 31.6 مليار طن عبرت قناة السويس منذ التأميم. تخيل، فتضخ حوالي 143.9، قول 144 مليار دولار.
للخزانة العامة من وقت تأميمها سنة 56. طبعا ده برضو جزء من الردود اللي لازم تتقال لدعاة الانكفاء والانبطاح. وكنا بنأممها ليه؟ ما كنا سبناها، ما الامتياز كان فاضل عليه شوية ويخلص. أو وانت كنت فاكر انه هيخلص بجد ولا ايه؟ كانوا هيسيبوك اظن، ما كانوش جم ضربوك بعد كده في العدوان الثلاثي. بلاش كلام فاضي بقى، بلاش كلام فاضي بقى. طيب تعال نشوف. لا لسه اصبر، بص كده بقى، نسبة زيادة أعداد السفن العابرة لقناة السويس. اللي هو الرد بقى على العيال اللي هي إيه؟ من أشكال نصر بمعتز بالعيال دي كلها. فهذه الأشكال القذرة ترد عليها بإيه لما أجي أقول لك أصل الرسوم زادت؟ قول له طيب ده أنا عندي نسبة زيادة أعداد السفن اللي عبرت، النسبة 55.1. الله. إيه ده؟ طب تعال نشوف الحمولات زادت ولا ما زادتش؟ زادت 66.7% زيادة. خش على اللي بعده. قناة السويس الجديدة تعزز من تنافسية المجرى الملاحي في حركة التجارة العالمية. طب ما تيجي نشوف كده. زمان الطول الكلي للقناة كان 164 كيلومتر. طب دلوقتي 193.3 كيلومتر. طب عمق القناة زمان، والله العظيم حاجة تحزن، 7.5 متر، دلوقتي بقى 24 متر. أقصى طول مسموح كان 22.5 قدم، دلوقتي أصبح 66 قدم. طب القطاع المائي كانت مساحته قد إيه مربع؟ 304 متر مربع. أصبح مساحة القطاع المائي بقى قد إيه يا مولانا؟ 5200 متر مربع. طب أقصى حمولة ساكنة 5000 طن بقت 240 ألف طن. طب القدرة التصريفية للقناة كانت 77 سفينة، دلوقتي بقت كام؟ 97 سفينة. طب زمن العبور كان قد إيه يا يوسف؟ كان 18 ساعة يا فندم، دلوقتي بقى قد إيه؟ 11 ساعة مولانا. طيب زمن انتظار السفن في حال وجود الانتظار من 6 ل 8 ساعات، يعني تكاليف على الناس، بقت قد إيه؟ بقت 3 ل 4 ساعات. طيب تحقيق العبور المباشر لعدد 45 سفينة في كلا الاتجاهين، هات صفحة 5. شفت خدت لكم الخريطة؟ يقول لك انظر الشكل حقيقي. طيب تعال نشوف نجاحات ناخدها من فين؟ ناخدها من سنة 21. طيب 21 جلوبال ميرسي، السفينة جلوبال ميرسي دي كانت أكبر وأحدث مستشفى مدني عائم في العالم، ودي كانت أول رحلاتها البحرية سنة 21. تعال نشوف 22 إطلاق التطبيق الإلكتروني سي اس كروسنج، وده لمحاور عبور قناة السويس، ويبدأ بقى يجذب أكتر من 10,000 مستخدم منذ إطلاقه. طبعا دول المستخدمين المتخصصين، ده هنا بتتكلم على مؤسسات وشركات شحن عملاقة ودولية. طب تعال نشوف في نوفمبر 2022 ده واضح إنها كانت سنة سعيدة جدا، يا رب زيد. عبور سفينة الركاب العملاقة ام اس سي وورلد أوروبا، طيب أو يوروبا، دي أحدث السفن السياحية في العالم في أولى رحلاتها البحرية. تعال نروح برضو لديسمبر 2022، أفر أتوب، السفينة أو سفينة الحاويات العملاقة، أكبر وأحدث سفينة حاويات في العالم، جات لك في 2022 تحديدا في ديسمبر. نخلص من ديسمبر 2022، خش على 23، نيجي نخش على لوجوس هوب، صديقتي العزيزة المكتبة العائمة العملاقة، لأن اتشرفت الحقيقة بزيارتها وصورنا فيها وعملنا حلقة حلوة. ده كان في يناير 2023، أنا رحت لهم بورسعيد. طيب 13 مارس 2023، أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة، 107 سفينة من الاتجاهين دون انتظار. تاتش وود، ما شاء الله، الله أكبر، يا رب بالزيادة. خش على إبريل 2023، أعلى معدل عبور شهري للسفن في تاريخ القناة، 2298 سفينة. تطلب إيه؟ شبيك لبيك، قناة السويس بين إيديك، تطلب إيه؟ دي مارد المصباح. أي حاجة متعلقة بالتجارة العالمية، المرور البحري، لوجستيات، خدمات، الرسوم بتاعتك، السهولة، الخبرات اللي موجودة، شبيك لبيك، تطلب ايه؟ ده بالأرقام وبالشهادات الدولية. خش على الصفحة الأخيرة.
اللي بتفلت مني دي، نفسي اعرف ايه سر ودني. ودني رهيبه. طيب تعال نشوف كده التطوير والازدواج بتاع قناه السويس، مشروعاته كانت عامله ازاي. عندنا 10 كيلو متر طول المشروع من الكيلو 122 لحد الكيلو 132 على ترقيم القناه، و 32 كيلو متر طول قناة السويس الجديدة المستهدف من المشروع بدلا من 72. يعني حطينا 72 كده، قلنا لا خليها 82، زود لي اللي هم ال 10 كيلو الفوق الزيادة دول. طب الموقف التنفيذي أقول لك بقى، تعالى يا سيدي، 33 مليون متر مكعب رملة مشبعة من المية تم إزالتها، 53.5% نسبة الإنجاز في أعمال التكريك في المشروع، 4 كركات بتشتغل في المشروع. طيب تعال نشوف مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية للقناة. أنا عندي 30 كيلو متر طول المشروع في المنطقة الجنوبية اللي هو بقى من ترقيم 132 لحد 162، أدي 30 كيلو. طب تعال نشوف إيه الـ40 متر دي بقى. الـ40 متر دي العرض شرقا وبعمق 27 متر بدل 24. تخدت بالك زمان كنا 7.5 متر، أي أيام الكتاكيت. طيب الكتاكيت واهاليهم واصحابهم وحبايبهم والذي منه، وبعدين قلنا هنخليها 24 فعملناها 24، دلوقتي بنخليها 27. طب ايه نسبه ال 28%؟ دي نسبه الزياده في الامان الملاحي اللي بيتيحها مشروع التطوير. دي تقييماتنا، دي تقييمات العالم. طيب 6 سفن اضافيه في الطاقه الاستيعابيه في المنطقه دي اللي هي المنطقه الجنوبيه. طب الموقف التنفيذي بتاع المشروع وصلنا لفين؟ 17 مليون متر مكعب رمله مشبعه اتشالت، 94% من نسبه الانجاز، 5 كركات شغاله في المشروع. الله، طب ما تيجي نشوف ايه تاني بيتعمل. اقول لسيادتك انا عندي 28 قاطره جديده تم التصديق عليها بقوه شد من 9 ل 190 طن. عندي 2 كراكة جديدة تم إضافتهم للأسطول البحري في هيئة قناة السويس بقدرات تصل ل 3600 متر مكعب تكريك ساعة للكراكة الواحدة. ودول بالمناسبة الكراكتين الجداد دول أحدث كراكتين في الشرق الأوسط، مفيش منه. وصول الحوض العائم فخر القناة، حمولته قد إيه هذا الحوض العائم؟ 35,000 طن. ده نقلة نوعية حقيقية بتحصل في قناة السويس، تدي بقى قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن. الأحواض العائمة دي معمولة علشان كده، أنا أسحب السفينة بتاعتي اللي فيها أي عضب اللي محتاجة أي صيانة إلخ إلخ، أدخلها في الحوض العائم وأبدأ أشتغل. طيب تعال نشوف هو مشروعات الازدواج والتوسعة دي مفيدة يعني؟ أقول لك والله إحنا جربنا. طب ما تيجي نشوف أكتر. زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين حركة الملاحة والتقليل من أزمنة عبور السفن، مش احنا جربنا ده قبل كده وبنعمل كده تاني وهكذا، العجلة عندنا ما بتقفش. طيب زيادة عامل الأمان الملاحي وصلت ل 28% زيادة. طب ومسطح القناة المائي وصلنا ل 5200 متر مربع. احنا خلصنا الإنفوجراف وفاصل ونكمل الكلام. هي النهارده يعني ولادنا وشبابنا الفترات اللي فاتت العاب الفرديه موجوده، احنا بعثات مصر موجوده في كل مكان في العالم، وراها طبعا وزاره الشباب والرياضه. الحقيقه احنا ورا تخطيط لمنتخباتنا طالعين من تحت لفوق في الاعمار السنيه، في لجنه علميه محترمه، دور القطاع الرياضه، دورنا الحقيقه، دور رؤساء الاتحادات. رؤساء الاتحادات ليهم دور كبير جدا في التعامل والتعاون بشكل كبير، زي ما شفنا النهارده تكريمنا لمنتخب مصر للجودو اللي احنا في جاب ما بين جيل خلص وجيل بيبدا بيه، فاحنا بنبدا تاني في الجودو في درجه من الاهتمام كبيره جدا. احنا اولادنا راحوا جابوا للشباب وللناشئين بطوله افريقيا كلها، لكن عينينا ان شاء الله 2028 بهذه الاجيال. التايكوندو يعني على طول البطولات اللي فيها رانكينج عالمي والجائزه الكبرى. الكونغ فو، وده احنا بنخطط لان الاولمبياد الشباب في 2026 هيكون الكونغ فو ممثل فيها، لكن عندنا بطولات العالم. رفع الاثقال طبعا يعني الحمد لله احنا ماشيين في خطى ثابته. احنا الالعاب الفرديه مهتمين بيها جدا.
والله احنا لسه جايين من بطولة السنغال اوبن ولسه جايين من جراند بري تشالنج افريقيا وفي اتنين لعيبة تأهلوا لباريس جراند بري والحمد لله الوزير ورانا على طول ورا اي حاجة بنعملها يعني على طول معانا في المطار واحنا رايحين واحنا جايين اتصل بينا واحنا هناك الحمد لله وهم عاملين اللي عليهم واحنا الحمد لله مش مقصرين في اي حاجة ونتائجنا كويسه بقالنا فتره يعني الحمد لله. احنا الحمد لله لسه راجعين من بطوله افريقيا للشباب وللناشئين، حصلنا على ترتيب عام اول في افريقيا شباب وترتيب عام في الناشئين تحت 17 سنه وتحت 20 سنه. فالنهارده التكريم ده حاجه عظيمه جدا وحاجه مهمه جدا للولاد ولينا ان الوزير يكرم ويشوف المجهود اللي اتعمل الفتره السابقه يعني في الشهرين ونص اللي فاتوا دول في المعسكر المغلق احنا كنا فيه، كنا عاملين معسكر مغلق بين ثلاث منتخبات 17 و20 والرجال وكنا لا يقل عن 80 واحد في التمرين وكان معسكر مغلق والحمد لله اثمر على النتيجه كويسه. الحمد لله لسه واخد اول افريقيا فردي وفرق والحمد لله دلوقتي تصنيفي بقى الثاني على العالم والتكريم ده تكريم كويس جدا لينا بيفرق معانا جدا نفسيا وان الوزير بنفسه جه يكرم اللعيبة لسه حاصلين على المراكز الاولى في البطوله ده بيبقى شيء كبير جدا بالنسبه لنا وشيء عظيم يعني. انا جبت اول في بطوله تحدي الجائزه الكبرى وثاني في بطوله السنغال المفتوحه استعدنا معسكر هنا من شهر 2 فاستعدنا كويس للبطوله عشان تحدي الجائزه الكبرى ده بيأهلنا لبطوله الجائزه الكبرى اخر الشهر ان شاء الله في باريس ودي بطوله مهمه جدا ب 60 نقطه يعني والتكريم النهارده حلو جدا ان شاء الله. يعني هو ده تكريم معتاد من الدوله المصريه متمثله في وزاره الشباب والرياضه ومعالي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. دكتور اشرف يعني بيعتبر من يعني فعلا يعني زي ما بيقولوا كده في المنصب المظبوط لانه طبعا بطل رجل تربوي دكتور تربيه رياضيه ثم رجل دوله فالحقيقه هو متعود على طول على تكريم اللاعبين تكريم اللاعبات تكريم اي فريق بيعمل انجاز لمصر موجود معانا حاضر معانا باستمرار. بشكر سياده الوزير اشرف صبحي على تكريمه لنا النهارده وبصراحه كلنا انبسطنا جدا والحمد لله حصلت على ميداليتين ذهب في دوره الالعاب العربيه في الجزائر وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. الحمد لله احنا اخر بطوله لينا كانت بطوله افريقيا كانت في كوتوفوار والحمد لله المنتخب حقق الحمد لله انا حققت الميداليه الذهبيه والمنتخب حقق 14 ميداليه ذهبيه من اصل 14 منافسه الحمد لله العلامه الكامله ودي يعتبر من اول البطولات اللي المنتخب يحقق فيها العلامه الكامله بدون خساره والحمد لله احنا بنجهز دلوقتي البطوله الاصليه او البطوله الاهم لينا هي بطوله العالم في امريكا ان شاء الله شهر 11 القادم. يا أخي المصريين دول عليهم حاجات. والله إحنا شعب رائع على كل المستويات، يعني دايما مبهر، يبهرك في العلوم ويبهرك في الثقافة ويبهرك في الأدب ويبهرك في السينما ويبهرك في الذكاء ويبهرك في خفة ظله ويبهرك في قدرته الدائمة على أنه يسخر من أي شيء وكل شيء وحتى نفسه عادي ويبهرك في أمانته. والله تقعد تفكر هو يا جماعة لسه في ناس كده؟ مين المصريين؟ ودي مش أول واقعة. أنا اللي عاجبني هي فكرة أنه أينما كان المصري هو مثل عليه القيمة، يفرح يشرف. أخ مواطن مصري في كوريا الجنوبية، هبقى أسأله بيعمل ايه في كوريا بالمناسبة، في كوريا الجنوبية تحديدا يعني، لقى ساعة $51,000 دي الساعة وده سعرها على امازون. هو انا عارف الساعه الله فياخد يلاقيها ياخدها يرجعها ولا جه على باله عارف انت بالمصري يقول لك نضرب عليها هاخد هلبسها في ايدي وارجع مصر يعني حد هيقول لي بتعمل ايه وهطلع وهبيعها $51,000 اضرب في سعر البنك المركزي استنى كده روح يا نوفمبر تعالى يا نوفمبر ايوه ادي $51,000 كده
بالمصري تعمل 1,578,000. طب انا هفترض انه مستعد يتنازل عن ال 78,000 فيعمل 1,500,000 بس رجعها. محمود مسعد هذا المواطن الرائع اللي رفع راسه. يا محمود ازيك؟ الله يسلمك، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله رب العالمين، كويس جدا. انت بتعمل ايه في كوريا يا محمود؟ انا عندي شركة سيارات بصدر عربيات يعني لمصر ولأكثر من دولة. ما شاء الله. وموجود في كوريا بقالي 5 سنين. طب دي حاجة جميلة جدا، وأسعارك حنينة يا محمود ولا لأ؟ مش هتلاقي أسعار عند حد ولا جودة زينا يعني. الله أكبر، ماشي خلاص، احنا هنبقى زباين. محمود أنت لما شفت الساعة وأنت راجل بتشتغل في الاستيراد والتصدير وفاهم، فأنت عارف إن الساعة غالية جدا. 1.5 الترابيزة بالمصري. أنت لقيتها فين؟ اللي يضيع ساعة زي دي ضيعها فين؟ هو هنا اصلا مستوى معيشه الكوريين يعني عاليه جدا. فده بالنسبه لهم حاجه عاديه يعني، اصلا هم اغلب اللبس بتاعهم بيكون براندات، فده طيب. بالنسبه لهم برضو كذلك ان ممكن تلاقي حد لابس حاجه زي كده. ماشي صاحب انت لقيت الساعه دي فين؟ الساعه دي احنا في انا متعود دايما ان انا ايوه بقى لي شهر كده بروح الجيم. حلو. قبل الشغل مثلا الساعه دلوقتي حالا عندنا هنا في كوريا الساعه 5 الفجر اصلا فرق التوقيت. فانا دايما بروح الجيم الساعه 6 الصبح او 7. حلو. وبعد كده ايه بنزل الشغل بعده يعني. جميل. فطبعا رحت عادي زي اي يوم، خلصت الجيم بتاعي وبعد ما روحت البيت بفضي الشنطه بتاعتي لقيت فيها الساعه دي. ازاي ما اعرفش جت ازاي ولا وصلت، دخلت جوه الشنطه. هو ممكن بسبب ان طبعا انت لما بتدخل الجيم بيكون فيه مفاتيح اللي هي المفاتيح العشوائيه بتاخدها وتروح تفتح تاخد الخزنه بتاعتك وتحط فيها حاجتك وانت طالع خلاص بتاخد الشاور بتاعك وتروح البيت. ايوه. ما بتاخدش يعني ايه ما بتبقاش واخد بالك قوي او كده، فانا قلت ممكن تكون صاحب يعني صاحب الساعه انتهى عندي جات لي باي شكل من الاشكال. انا مش هو يعني في الغالب انت حاطط الشنطه على بنش او حاجه جوه الفستيار او جوه المنطقه بتاعه تغيير الملابس، هو بيغير هدومه هو كمان، قلع الساعه اتزحلقت دخلت في شنطتك هوب بالظبط لقيتها بالظبط. روحت البيت طبعا بروح البيت بغسل يعني بحط الهدوم بتاعتي في الغساله اغسلها وكده، فلقيت الساعه دي. قلت انا ما رحتش اي مكان يعني، دايما باخد الطقم بتاع الجيم او كده، ف هو ما فيش غير الجيم اللي انا روحته يعني. أيوة. فقلت خلاص هي في الجيم. فطبعا اول حاجه خالص يعني بعيدا عن اي شيء، انا لفت انتباهي شكل الساعه لانها بلاتينيوم يعني، فلفت انتباهي المعدن اول مره اصلا امسكه يعني او اشوفه. فدخلت اشوف البراند ده على النت ولقيت السعر بالشكل ده. ايوه. فانا اتخضيت يعني، قلت ايه ده؟ فعلى طول يعني جاء في دماغي ان انا يعني لازم اشوف مين صاحبه وارجعها له، لان اكيد واحد زي يعني حاجه زي كده مش هتفوت يعني، مش يعني صاحبها مثلا ممكن زمان وعيني هيموت بسببها. بفكر بالتفكير بتاعنا، انا لو ضاع مني مثلا حاجه بربع الثمن ايه؟ بعشر الثمن ده اكيد مش هنام يعني. والله انا لو بعشرها هتجلط يعني، مفيش فيها هزار. ما انا بقول لك بالظبط. ف بدات بقى في رحله ان انا بدور على مين صاحبها، والمشكله ان اصلا يعني جيم ولا قال ان في حاجه ضايعه ولا حد قال ان في اي حاجه، بالعكس ده احنا يعني انا اللي علقت ورقه في الجيم اول حاجه برقم تليفوني، وكتبت ان اللي ضايع منه حاجه بالكوري يعني يتواصل معايا على الرقم ده، وبرده مفيش حد كلمني ولا حد قال لي اي حاجه. ولا الهوى. ولا الهوى، خاصة ان اصلا طبعا زي ما انت عارف اوضة تغيير الملابس ما بيبقاش فيها كاميرات، وبيدخلها مثلا في اليوم الواحد ممكن 200 مشترك جيم كبير، فما تقدرش يعني لو حاجة زي كده حصلت اصلا ما يعرفوش يجيبوا هي مع مين ولا راحت فين او كده. فلحد ما انا برضو ايه حاسس انها تقيلة وان انا شايل حاجة تقيلة قوي قوي معايا ومش قادر بصراحة ان هي تفضل معايا اكتر من كده. ورحت بقى لصاحب الجيم نفسه وسالت عنه،
انا عاوز اقابله واتكلم معاه لان انا لقيت حاجه وكده. فهو قال لي لقيت ايه؟ فقلت له لقيت حاجه وخلاص، انا مش عايز اقول له برضه يعني ما اعرفش هو يعني هيفكر ازاي او ياخد الموضوع على اي محمل. ايوه. فقال لي حاجه زي ايه يعني خليك اكثر تحديدا، لان في ناس برضه بتضيع منها حاجات وكده. فقلت له هي ساعه. فانا قال لي طيب البراند او مثلا اللون الكلام ده كله، قلت له لا ده مش هقوله، ده بقى صاحبها انت اللي تجيب الصحابه هو اللي يقول، وبناء عليه انا اديله الساعه دي. صح. فما قال لي يعني ساعه غاليه او كده؟ قلت له اه غاليه. قال لي غاليه بكام يعني؟ بكلامه يعني هو معتقد انها ب 1000 دولار. قال لي ب 1000 دولار؟ قلت له يعني ممكن حاجه زي كده. ف هو برضه بدا يشوف اذا حد ضايع منه حاجه، وبعدين قام مكلمني قال لي تقريبا في واحد ضايع منه ساعه ممكن تيجي نفسك مع بينكم انتوا الاثنين ميعاد ونتقابلوا. قلت له مفيش مشكله. فرحت طبعا الراجل قال لي المواصفات بتاعتها لونها البراند بتاعها، حتى قال لي ان هو استخدم نفس يعني استخدم نفس الخزنه اللي انا استخدمتها في نفس اليوم ده. اه اللي هو خلاص. فقلت له ان انا لقيتها وكده وبتاع. طبعا الراجل ما كانش مصدق اصلا ان انا لقيت الساعه وان انا جايبها له. فبعدين صاحب الجيم بقى بعد ما انا جبت يعني اديت له الساعه وكده فبيقول لي يا غالي بكام يعني؟ حاسس ان الموضوع يعني. فقلت له ب 51000 دولار. فالراجل بتاع الجيم نفسه ما كانش مصدق يعني، وقال لي قال لي هو نفسه قال لي انت رجعتها لي او رجعتها عشان ايه؟ فبس احنا كمصريين يعني كل واحد طبعا بيكون هو الشرير بتاع بلده طبعا بره، وفي نفس الوقت دي تربيتنا وان احنا ما نقبلش ابدا على نفسنا ولا طبعا ربنا يغنينا بالحلال يعني ما يكونش حلال يعني طبعا ربنا يغنينا بالحلال. طب بقول لك ايه بقى، اللهم بعيد عن الموضوع ده، انت في كوريا بقالك 5 سنين ها؟ ايوه. سؤال تافه جدا، ايه احلى اكله في كوريا؟ احلى اكله في كوريا هم هنا بيعملوا اكله اخطبوط جميله جدا. اخطبوط؟ بيعملوا اخطبوط كده ممكن بالطريقه بتاعتنا مثلا، مفيش حاجه قريبه منها في مصر، بس هو بيعملوا منها اخطبوط جميل جدا. انت ايه اللي طلعها في دماغك يا محمود تطلع كوري؟ هو في الوقت اللي انا كنت فيه يعني خلصت الدراسه بتاعتي وخلصت الموقف بتاعي اللي هو بتاع الجيش التجنيد، كنت بدور على فرصه يعني كويسه، وكان طبعا قدامي ان انا ممكن اسافر للخليج، او قدامي ان انا زي ما بقيت الناس ما بتسافر يعني او بتروح تشتغل. وفي ناس طبعا في الوقت الحالي ما شاء الله في حركه عمران كويسه جدا، يمكن انا كنت موجود في الوقت اللي هو بتاع دلوقتي ما كنتش فكرت في سفر يعني، انا شغال دلوقتي في البلد وخلاص. يا سيدي والبلد فاتحه ايديها، تعالى في اي وقت. الله يخليك. فوقتها طبعا كان المتاح كانت كوريا الجنوبيه، كانت هي ما اعرفش كان ممكن مثلا يكون كنت مهتم وقتها بالدراما بقى الكوري والحاجات دي زي الشباب يعني اروح اشوف العالم الثاني اللي احنا مش نعرفش عنه اي حاجه، اللي بنتفرج عليه من بعيد. فاخدت قرار ورحت. ربنا يوفقك يا محمود، والله ينور عليك ورفعت راسنا وشرفتنا والله العظيم، ودايما منور وباذن الله باذن الله باذن الله، وقت ما هتقرر ترجع تعمل بيزنس في مصر ارجع يا باشا، الدنيا بقت احلى بكتير. نور. انا كنت في مصر على فكره من شهرين بالظبط. شوف انا هقول لك اشتري مني وارجع واشتغل الدنيا بقى في الدنيا فعلا في الدنيا فعلا جميله، وانا بالفعل قررت ان انا ان شاء الله نازل قريب يعني واستقر في مصر. تعال يا باشا وصدر والتصدير دلوقتي شغال الله ينور، ومكسب يعني زي العسل والله بكلمك بامانه، هتيجي وهتعرف بنفسك. انا بشكرك يا محمود، نورت وشرفت ورفعت راسنا، ودي كما جرت العاده المصريين مبهرين في اي مكان والله العظيم. بالمناسبه هو الشعب الكوري اصلا في المطلق شعب لطيف جدا وشعب امين وشعب عنده معدل برضه صدق عالي يعني ما يكذبش. وانا كنت بقى ايه اتفرج على كم وثائقيات على الاكل الكوري، انا شفت كام حلقه، انا شفت مثلا بتاع 60 حلقه على الاكل الكوري بس، الكوري بس، كوريا الجنوبيه بالتحديد. انا منتظر اليوم اللي هسافر فيه كوريا الجنوبيه واكل الاخطبوط اللي قال لي عليه محمود. تعال نروح لفاصل، بعد الفاصل هو احنا ازاي نختار الوظيفه؟ طب انا بختار الوظيفه ازاي؟ مش لازم اختار الوظيفه اللي تناسب امكانياتي وتناسب خبرتي او دراستي الاكاديميه؟ طيب
في اخطاء شائعه بتحصل واحنا بنكتب السيره الذاتيه. ما هو في ولاد وبنات اتخرجوا دلوقتي عاوزين نساعدهم عشان يعرفوا يشتغلوا ويلاقي وظيفه مناسبه يكبر ويرعرع فيها ويوصل لاعلى المناصب. استنونا بعد الفاصل مع الاستاذ احمد عاشور خبير التوظيف معكم في التاسعه. استنونا. كيف حالكم؟ دام عزكم. جهزتوا بالسيفيهات؟ طيب قبل ما تجهز تعالى كده واحدة واحدة هنقعد نفكر مع بعض ازاي اعرف اختار الوظيفة اللي تناسب امكانياتي ودراستي وخبرتي. لو عندي خبرة ما، لو انا عملت انترنشيب، عملت تدريب في مكان، الخ الخ الخ، اعمل ايه وانا بكتب السيفي بتاعتي، اقدم ازاي الى اخره. طبعا ضيفي العزيز هو الاسم اللي في البطاقة احمد عاشور، بس احنا عارفين دالي. اول مره اتقابلنا كان من سنه ونص سنتين الا اول مره. ازيك يا دالي؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله الحمد لله زي الفل. تعالى نبدا من بدري كويس. انا علشان ابدا افكر في الوظيفه اللي تناسبني افكر فيها بعد ما اتخرج ولا افكر بعد ما انا خدت الثانويه العامه وبختار التخصص بتاعي جوه الجامعه؟ مظبوط. طيب خلينا زي ما قلت لحضرتك نبدا من بدري. انت اول ما بتروح انترفيو او بتعمل لك مقابله شخصيه اول سؤال بيسال لك ايه؟ عرف نفسك. فانا جاي اقول لك عرف نفسك لنفسك. انت لازم يبقى عندك سيلف اويرنس، يبقى عندك معرفه شخصيه، وده اللي بنرجع له من علم النفس. مثلا بيديك شويه ادوات تحليليه نفسيه بتقدر ان انت تحلل انماط الشخصيه اللي تابعه ليك. يعني بتشوف نمط الشخصيه بتاعك مناسب لايه وبناء على ايه. فبيجي مثلا سيجمنت فرويد وشويه علماء كده عملوا لنا اختبار تحليل الشخصيه وانماط الشخصيه بينقسم الى 16 شخصيه مش هتخرج عنها. الاختبار بيمر باربع مراحل بتقدر تعرف ايه اكتر مجال وايه اكتر نمط شخصيه مناسب ليك. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ان انا شخص اجتماعي، فبالنسبه لي ان انا ابقى في مجال الاعلام هيبقى كويس، لو انا متحدث هيبقى في المجال الاعلامي كويس، لو انا حد عندي مهاره التحليل والارقام في مجال المحاسبه هبقى كويس، لكن لو انا ما عنديش، لو انا شخص مش اجتماعي ينفع ابقى مذيع؟ ما ينفعش، لازم يبقى عندي مهارات تواصل. وغالبا ينفع. لا بس يعني علميا مش اصلا شخص انتي سوشيال. اوكي خالص. ماشي، بس انت عندك مهارات الالقاء، مهارات التواصل، مهارات التحدث قدام جمهور، صح ولا لا؟ ما عندكش الرهبه، صح كده؟ بالظبط. فده اللي بيعمله التحليل الشخصيه بالنسبه لك. انت بتعرف ايه التايب بتاع الشخصيه بتاعتك، ما بيخرجش من بره 16 شخصيه. لازم تكون صادق كويس قوي انت بتجاوب على الانماط الشخصيه، ما تخدعش نفسك خالص عشان اطلع تحليل دقيق. نفسك طبعا هتضر نفسك، وما في، ولازم تجاوب بالاجابات اللي فعلا انت مقتنع بيها مش اللي انت عايز تبقى عليها. عشان تقدر تحلل شخصيتك صح. حلو، دي النقطه الاولانيه. انا عرفت انا ايه اكتر حاجه مناسبه ليا، ايه اكتر حاجه لايقه معايا، زي البدله كده مثلا، او البدله دي كويسه بس مش ليا لحد صح. تاني كويس. طب انا عشان اعمل كده بدخل على ويب سايت معين ولا بخش على ابلكيشن معين؟ في كتير بجيب سيرفي واطبعه يعني. ده موجود، هتلاقيه عندي على المنصه دالي jobs.com. انا منزله بتحليل الشخصيه والانماط الشخصيه، وبيدي نبذه عن كل نمط وايه اكبر مجالات او اكتر مجالات هتكون ملائمه لكل نمط من انماط الشخصيه دي. اول خطوه دي. اول خطوه نيجي للخطوه الثانيه، هي اختيار الميول المهنيه. انا عايز ابقى ايه؟ انا نفسي ابقى ايه؟ ايه اسال نفسي سؤال مثلا، ايه الوظيفه اللي انا مستحيل اشتغلها؟ يعني انا واحد انا مستحيل ابقى محاسب مثلا، مش شايفني في المحاسبات. طيب ايه اكتر حاجه انا حابب ان انا ابقى باشن بيها او هبقى مبسوط؟ انا لسه مش عارف، دي كلها ميول وشعور، انا لسه مش عارف. فبسال نفسي شويه اسئله. بيجي دور المؤسسات الكبيره وانا مبسوط او اللي بيعملوه دلوقتي بيعملوا ايه؟ بيعملوا سمر انترنشيب او جيرني، بيبقى سمر تريننج جيرني، بياخد رحله كده الكانديديت او الطالب لسه هو في الجامعه في سنه ثالثه او في رابعه المرشح، وياخده في رحله. تعالى يا باشا حضرتك 20 واحد هيجي يخشوا قسم الحسابات لمده 3 ايام، يعرفوا كل البروسس اللي بتمشي وايه العمليات والمهام الوظيفيه او الديلي تاسكس اللي بيعملوها، ويخشوا بعد كده خلصوا بيعمل اسسمنت لطيف اللي فهمه من مجال المحاسبه، بعد كده يخش على مجال الاتش ار ياخد برضو نفس النوليدج وياخد المعرفه ويشوف بنفسه الناس بتاعه الاتش ار بيشتغلوا ازاي. 3 ايام ويخش على الماركتنج، بيقعد حوالي اسبوعين. كل الشركات والمؤسسات العالميه في كل المجالات بتعمل سمر تريننج. ده مقدر يفسحك جوه المنشاه بالظبط.
يعني مثلا زي مؤسسه القناه الاولى، القناه الاولى بياخد حضرتك في قسم الاعداد يشوف الاعداد بيعمل ازاي، وازاي ياخد نفس حضرتك بعد كده ويروح الانتاج ويروح الاخراج والتحرير والمونتاج والمونتاج بالظبط. في اخر الانترنشيب انت جربت حاجات كتير جدا واقسام كتير جدا، وبيتعمل لك الناس اللي معاك بتساعدك الاكسبرتس او الخبراء في كل المجالات، بيساعدك بيقيمك في الاول والاخر على حسب الاداء بتاعك او حسب التفاعل بتاعك في التدريب. بعد كده انت بتبقى حاسس اه والله انا الموضوع ده بالنسبه لي مناسب جدا. حلو، خلصنا الميول المهنيه، اجي بقى اشوف انا اتورتي اور نوت، يعني هي بالنسبه لي زي ما بيقولوا كده بلغه السوق جايبه همها ولا لا. هل ليها سوق؟ يعني المجال انا بتكلم فيه ده اللي انا حابه اخش اشتغل كاتب، هل لي سوق؟ هينفع بالظبط، هيجيب فلوس، هاكل عيش، هكبر فيه بالظبط، في كارير باث، في تطور مهني، فيه في ترقيات، في هقدر ان انا انضم لمؤسسه كبيره او هكذا. خلاص انا كده حددت جورني وعملت رحله لطيفه واختبرت نفسي، خلاص انا بقيت عارف انا ايه اكتر حاجه مناسبه ليا، ايه اكتر حاجه فات بالنسبه لي، حاجه لازم انا من قناعاتي الشخصيه وميولي واتجاهاتي والحاجات اللي انا مؤمن بيها بتطلع في الاختبار ده. ده اختبار علمي بحت مطبق وبيطبق في كل دول العالم. ببقى عارف نفسي اول حاجه، انا لازم ابقى عارف نفسي، انا عارف انا عايز ابقى ايه، دي اول خطوه. حلو، واحنا عايزين نطمن اخواتنا وحبايبنا اللي لسه متخرجين من الثانويه العامه واللي لسه فريش جرادويتس او لسه حديث التخرج، الادوات دي سهله وبسيطه جدا مش معقده خالص. انا بقول لحضرتك التوله هي الاداه هي اللي هتقدر تستخدمها. طيب بالنسبه للثانويه العامه بقى نيجي لحته اختيار الكليه، انا لازم ابقى مذاكر كويس قوي قبل ما اخش الكليه، المذاكره ما انتهتش عند الثانويه العامه. انا هختار كليه معينه عشان انا مجموعي جبت مجموع معين فالتنسيق وداني كليات معينه، انا عندي رغبات، رغبه اولى وثانيه وثالثه ورابعه وخمسه. انا من وقت ما اول ما النتيجه تظهر لغايه ما التنسيق ينتهي انا بذاكر برضو. بذاكر الكليات والاقسام والتخصصات اللي جوه الاقسام، صح، وبذاكر ايه المجالات الوظيفيه اللي بتبقى موجوده، ايه الفرق بين كليه اعلام وكليه اداب قسم اعلام، ايه الفرق بين اعلام قسم صحافه وكليه اداب اعلام قسم صحافه، واعرف كل التفاصيل واعرف كل المعلومات دي. انا بمنتهى البساطه هتلاقي ناس اكسبرتس او خدوا التجربه قبلك عايزين ياثروا عليك الطريق. فزي ما قلت لحضرتك عملت كده دليلك الشامل على dailyjobs.com، دي منصه من الاخر مجمع لك كل السورسز عشان ما تتوهش. زي ما كنت بتكلم حضرتك قبل الحلقه، في التكنولوجيا وفرت لنا مصادر كبيره جدا، صح، وكتير جدا، بس في نفس الوقت شتتتني انا ابدا في المجال ده ولا ابدا في المجال ده. فانا بالنسبه لي الاسهل بالنسبه لك كل كليه عليها اقبال انا عامل لها دليل شامل بكل التفاصيل وكل التفاصيل. فمهم ان انا ابقى فاهم ولو بشكل شامل كده سريع مش بمزيد من التخصص، البرامج بتاعه الكليات دي ايه، انا لما هخش هدرس ايه. مظبوط، لكن انا عايز اطلع دكتور. طب انت عارف الناس بتدرس ايه في طب؟ طب عارف التخصصات اللي في طب؟ طب عارف كل تخصص بيستلزم ايه؟ عايز اطلع مهندس، عايز اطلع كمبيوتر ساينس، عايز اطلع بروجرامر، ايا كان. دي حقيقة. طيب دي كده المرحله. طب المرحله اللي بعدها فاضل لي دقيقتين. اوكي، المرحله اللي بعدها انا خلاص اتخرجت، هنجيب بقى عشان الموضوع اتخرجت بقى من الجامعه، اتخرجت انا لازم اؤهل نفسي في المهارات الشخصيه الخاصه بيا، زي مهارات التفاوض ومهارات حل المشكلات، واهم مهاره هي مهاره البيع. دلوقتي انت بتبيع نفسك او سيلينج سكيل، انت بتبيع مهاراتك، بتبيع البرودكت لو هتشتغل في السيلز لان مجال قوي جدا. عايزك تركز كويس قوي بعد ما اتخرجت على ايه اكتر الحاجات المطلوبه في سوق العمل العالمي، ما تبصش تحت رجلك، صح، بص في النطاق الواسع، لان في ناس كتير قوي بتتكلم في الذكاء الاصطناعي والبرمجه ومطلوب عليها، بس فكره سوق العمل الناس ما تعرفوش ان هي فكره العرض والطلب. كل ما الناس يعني لو الناس بقت مبرمجين مش هيلاقوا شغل. فهو يبص على سوق العمل الخارجي فيشوف ايه اكتر مجال مناسب ليه ويبدا يثقل نفسه بالمهارات الشخصيه الخاصه بيه بلس كمان المهارات الفنيه او التقنيه اللي يبدا من خلالها يخش في المجال اللي هو يعني لازم ناخد فيها وقت تاني زي اختار المجال. طب انا هكتب السي في بتاعتي كويس، وات تو دو وات نوت تو دو، ماذا يجب ان افعل وماذا لا يجب ان افعل. كويس، بالنسبه للسيره الذاتيه انا لازم اكون فيها دقيق في حته المعلومات الشخصيه الخاصه بي من ناحيه الحاله الاجتماعيه والموقف التجنيدي من الجيش، واكون كاتب فيها التخصص او الانشي بتاعي او المجال اللي انا مهتم بيه، وبكتب الخبره الشخصيه الخاصه بيا، بكتب الخبره الشخصيه الخاصه بيا، وبكتب المده الزمنيه اللي انا اشتغلت فيها.
ولازم يكون عشان في ستاب معين بروفيشنال في نظام اسمه ATS اللي هو Automatic Tracking System. ده نظام الشركات بتحطه الشركات العالمية عشان تفلتر السي في من قبل ما يوصل HR أصلا. فلازم أبقى عارف إيه إزاي أكتب سي في احترافي. وعشان نقتصر الوقت أنا كاتب برضو مقالة توضيحية بكافة التفاصيل على dailyjobs.com. هيكتب dailyjobs.com هيلاقي دليلك من أول ما خلص الثانوية العامة لغاية ما اشتغل ولا أشغل. خش طبق بقى على طول. بالظبط. ولو احتاجت مساعدة كلمني أساعدك. أنا هعمل كده. أنا هكلمك. أشكرك يا دالي. لقاء قصير بس هو مفيد ومركز جدا. مفيد جدا لولادي. ربنا يحفظهم اللي هم في الثانويه العامه واولادنا التانيين اللي بيتخرجوا دلوقتي علشان يبقوا عارفين هيعملوا ايه في حياتهم. انا بشكرك جدا 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 مره ثانيه دالي عبد النبي دالي عاشور نورنا. احمد عاشور تبقى للبطاقه والرقم القومي. انتوا عارفين دايما حتى وقال جمله جميله جدا قال لك انه في النهايه احنا لازم ما نبقاش ماشيين كده مع الستريم. يعني هو كل الناس هتدرس كذا في حاجه كده لطيفه يقول لك ايه احنا لازم نفكر بره الصندوق. يا جماعه كل الناس راحت بره الصندوق. صحيح. الشاطر اللي هيرجع الصندوق تاني بصراحه. يعني انا الاول نبص بقى جوه الصندوق. سيبك من اللي بره عشان ده زمانه خلص. انا هستاذنكم هنروح لفاصل وبعد الفاصل عندنا لقاء رائع جدا عملته زميلتي هدير ابو زيد مع اليسا على هامش مهرجان العالمين. اشوفكم بكره ان شاء الله. اسيبكم مع هدير واليسا ونقابلكم بكره ان شاء الله وبرنامجكم التاسعه. سلامات. مستمرين مع حضراتكم ومهرجان العالمين في نسخته الأولى ومستمرين بلقاءاتنا المستمرة والمتجددة. والنهاردة بنسعد أنه لقاءنا مع ملكة الإحساس. ده اللقب اللي جمهورها ادهولها من سنين الحقيقة لأنه هي صاحبة إحساس خاص ومختلف. كل أغنية بتغنيها بتعيشك فيها قصة الحب بكل حالتها. اسمها دايما مرتبط بالحب والرومانسية. خلوني أرحب بالنجمة اللبنانية الجميلة إليسا. أهلا بيكي ومنورة العالمين ومتصدرة الترند من يعني أول ما وصلتي العالمين وأنت متصدرة الترند. لا العلاقة بيني بين جمهور مصر علاقة خاصة. يعني ما بستغرب اللي عم تقولي لأنه أنا بحبهم كتير وهن بحبوني كتير. الحمد لله وإحنا يعني بنتشرف بوجودك في العالمين. امبارح كل الكافيهات وكل الشوارع شغالة بتمايل على البيت لحد الصبح. الناس بترحب بوجود إليسا في العالمين. وانت شايفة مدينة العالمين الجديدة ازاي؟ اول مرة تيجي العالمين شايفة المدينة عاملة ازاي؟ لا اكيد انا اول مرة بجي وتفاجأت. منطقة حلوة كتير. منطقة عالمية مصرية honestly. انبسطت بالجو العام لانه بلد حلو. منطقة حلوة. البحر رائع. بلس انه عم ينعمل مهرجان رح يكون سنوي ورح يكون في تواجد لفنانين من العالم العربي فيه. أكيد أنا مبسوطة وإلي الشرف كون موجودة. ويمكن هاي أول مرة بينعمل مهرجان العالمين إنه كون موجودة بأول مرة أول نسخة من المهرجان. أكيد I'm so happy. وجود النوع ده من المهرجانات الفنية في مناطق سياحية جديدة زي العالمين شايفة ازاي ده يخدم المنطقة ويخدم البلد اللي بيقام فيها المهرجانات دي؟ لا ما في شك انه هي منطقة سياحية بامتياز وفي ناس من كل الجنسيات العربية موجودة وإيفن من غير جنسيات عم يعملون انترتينمنت عم بيعيشوا المنطقة لانه منطقة اصلا كلها حياة. منطقة على البحر. منطقة حلوة جدا يعني. وأكيد هذا شيء بيخدم إنه السياحة الموجودة هون. دائما إليسا بتغني للحب وللحياة وإحساسها مختلف. وزي ما كنت بقول أنت دائما لما بتغني القصة الحب بتعيشين القصة بكل حالتها. ليه إليسا دائما مرتبطة باللون ده؟ لا أنا إذا بتتابع الأرشيف تبعي أنا عندي في تنوع كتير بالأعمال تبعي. بس الهوية تبعي وصوتي هو بيوصل إذا بدك بطريقة مباشرة لقلب المستمع. وأنا بعمل جهد إنه وصل اللي أنا بغنيه لقلب المشاهد على طول. سو في صدق باللي أنا بقدمه من كل قلبي مشان هيك بيوصل. بحب.
بحب واكتر من كتير غيري بيقدم هالنوع من الاغاني. حتى في الكورونا لما غنيت لنا هنغني كمان وكمان وهنرقص على الاحزان، طلعتينا من المود ده، وكنتوا لابسين البيجامات، طلعتينا من مود الكآبه بتاع كورونا اللي كنا قاعدين فيه جوه البيوت. صوتك كله حب وحياه. لا يعني اخر شيء نحن، انا بقول انا يعني مش بس بقدم اغاني، انا بقدم رساله المفروض توصل من خلال الاغاني تبعي، من خلال مواضيع الأغاني اللي أنا بقدمها. وأنا مثل ما بتعرفي قدمت كتير مواضيع، وكتير مواضيع متنوعة من خلال الأعمال تبعي. الفن رسالة، يعني أنه حلو تعمل انترتينمنت للعالم، بس حلو تقدمي رسائل توصل. أنا عم بخدم مجتمعي، عم بخدم من خلال الشغل تبعي، من خلال فني عم جرب أخدم قد ما بي ما فيه، يعني أقدم مواضيع متنوعة، رسائل حقيقية للعالم من خلال الكليبات، من خلال المواضيع اللي عم أقدمها. بالنتيجة أنا إذا ما عملت هيك أنا ما بكون عم أقدم فن بكل يعني معنى الكلمة. الفن رسالة، وأنا هاخد من كلامك الموضوع ده. وإحنا هنا تشرفنا بوجودك في الحفل الخيري مع دكتور مجد يعقوب، وكان في إقبال على السوشيال ميديا وإقبال جماهيري أيضا على هذا الحفل، والناس تفاعلت معي بشكل كبير، لأنه يمكن الناس بتعول على الفنانين وخصوصا كمان الفنانين العرب في مسألة الرسائل اللي كلها حب وسلام وطمأنينة للناس حتى وهم موجوعين وبيعدوا يعني بجراح وتعب كتير، وده انت نقلتيه بكل صدق في وجودك في هذا الحفل الخيري. يعني أنا بقول دايما usually بنقول إنه ما تخلي إيدك اليمين تعرف شو بتعمل إيدك الشمال، بس لما بتكوني public figure حلو تكوني role model للناس، حلو تقدمي شيء خيري، وسمتايمز يشوفوا الناس like يكون عندهم انيشياتيف انه هن كمان يكون عندهم حافز انه يقدموا. كل انسان على قد قدرته. سو اكيد انا مع هالقصص. انا دكتور مجدي يعقوب انا بحترمه كتير، بحترم المسيره تبعه، بحترم كل القصص اللي بقدمها فور فري للعالم. وقليل الناس واللي بيكونوا بمواقع القرار او السلطه او انه بيعملوا هالشيء اللي عمله. سو انا لما حكيونا عن الشيء اللي بده يصير لدكتور مجدي يعقوب ما ترددت ولا ثانيه، لانه بعرف قد هو بيعمل خير. قلت انا ما علي انه نشارك بهالشيء، لانه ما قلت لك الواحد مش حلو يقولهم، يعني حلو تكون تتاثر بالناس، للناس اللي قادره تقدم لو بني واحد لا good causes. انا مع هالشيء. الالبوم الجديد بتنايل على البيت، والالبوم مكسر الدنيا. انا عارفه انه في يعني الاغنيه مش موجوده في الالبوم، لا في كذا سنجل. اكيد بعد في سنجل رح ينزل بالصيف قبل ما ينزل الالبوم. الالبوم قررت انه نزله باكتوبر، بس قبل، لانه بعده موسم صيف، قلت انا بقدر نزل سنجل وبعدين نزل الألبوم فول. أكيد الأغنية بتميل على البيت عم تكون من الألبوم، وأغنية اللي عم نزلها مش حول اسمها أكيد رح تكون كمان ضمن الألبوم يلي بدهم 12 أغنية. حتتصور فيديو كليب؟ الأغنية اللي جاي لا، في عندها ليركس فيديو. بس إليسا لسه بتصور فيديو كليب، رغم أنه في ناس بقت شايفة أنه الموضوع مش فيديو كليب، والفيديو كليب بتعمل مشاهدة يعني بتتعدى يعني أرقام ما حصلتش قبل كده، وده حصل مع بتميل على البيت. أنا بما أنه صرت أنا الأونر تبع شغلي، أنا صار عندي شركة إنتاج، لا عم بعمل جهدي أنه كل عمل لا نزل معه كليب، لأنه إحنا بعصر صورة مش بعصر صوت بس، وبيساعد كتير أنه يكون فيه للكليب، مش ضروري يكون إنتاج كبير، بس يكون صورة حلوة عم تتقدم للمشاهد من خلال كل البلاتفورم الموسيقية. هلا انا عم بتحكم بهالشيء، يعني انا عم بعمل جهد انه كل عمل انا نزلت بالسنتين اللي قطعوا من اول دقيقه مع سعد المجاهد، دقيقه كسرت الدنيا. الحمد لله. دي قصه نجاح كبيره جدا، الناس بتسمعها لحد النهارده وترندنج رقم واحد. هي اغنيه كلاسيكيه ما بفتكر بتموت، ومع الوقت رح تكون من انجح الاغاني الكلاسيكيه او الديو اللي انعملوا. رجعت اخذت انا وبس وصورتها، وهلأ بتميل على البيت، يعني عم شوف وين المناسب انه صور اغنية لهال يعني فيديو لهال اغنية، وين ممكن تعدي من غير اغنية.
احنا متشرفين بوجودك معانا النهارده انا أكثر. ومنتظرين مفاجآت كتير في الحفله والحفله سولد اوت كلها ودي يا اليسا وهو لمصر اليسا يعني ومصر وعلاقه حب كبيره الحقيقه يعني مصر بتصدق انا فرعونيه صغيره قلت لنا كده في حفله مجدي انا صغيره برجع بقولها لانه كميه الحب اللي بيكنوا لي المصريين غير ما بقدر انا اوصف لك كميه الحب اللي عندي لمصر يمكن اللي معي بيقدر يقولوا لك انا قد ايه بحب مصر يعني انا اي حاجه بتصير بمصر عم بحكي لو على صعيد سياسي لو على صعيد اقتصادي باخذها فيري بيرسونال باخذها كانه لبنان الله يحمي مصر ويحمي الشعب المصري وتضل يعني بلد رائد للفن وللعمار ولكل شيء حلو احنا كمان يعني بنتشرف بوجود كل نجماتنا ونجومنا اللبنانيين اليسا نورتينا واسعدتينا بهذا اللقاء ومنتظرينك على الستيج وكل المفاجآت النهارده في حفل العالمين ميرسي ثانك يو ماتش ثانك يو سو ماتش